رئيس المجلس والنواب هو ابو جمال خالد بطول وعدنان الراشد والاداره. احنا بنشكر طبعا اللي قائمين على هذا البرنامج واللي فهمتوا انه هذا السنه الثانيه على التوالي. مدرسه دال كان اول مره وهي المره كمان اسم مدرسه الف اللي بين لي انه في اولياء امور طلاب فعالين جدا فعالين جدا لانه هذا لقاء ثاني في ثاني يوم باجي انا فيه هون على هذا على هذه المدرسه وإلي حصة طويلة مع باع طويل في هذه المدرسة لأنه مرافقها في عملها في العمل الصياني للمدرسة من ناحية كهرباء وما شابه. وطبعا خير جليس في الزمان كتابه فمكتوب في الأرمى فوق اقرأ تنجح، بدون ما تقرأ مش راح تقدر تنجح. فعشان هيك أنا بفضل إنه بدل ما الإنسان أو الطفل أو التلميذ يقعد على إنترنت بفضل من تجربة يقعد على أو يأخذ كتاب ويقرأ في الكتاب لأنه بس بفيده الكتاب ما بضره. فإلى الأمام وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله كل سنة. شكرا.